محطتنا الآن سوف تكون في مدينة الرملة. أود أن أرحب بالأستاذ المحامي نايف أبو صويس وهو ناشط وعضو بلدية الرملة. صباح الخير سيد نايف. صباح الخير أختي مالك يا مستمعين. أولا كل عام أنتم بخير. المولد النبوي الشريف مناسبة عطرة طبعا على الجميع يا أخ نايف. كل عام أنتم بخير. نعم كل عام أنت بخير والعالم بأسره بألف خير. دعنا نأخذ منك بداية عن صورة عن ما أفرزته انتخابات السلطات المحلية في مدينة الرملة وبالذات بالنسبة لتمثيلكم أنتم السكان العرب في مدينة الرملة نايف. الحقيقة يعني الوضع في مدينة الرملة لا يختلف من حيث المبدأ ككل البلاد. ما لاحظناه في مدينة الرملة أولا تراجع نوعي للأحزاب القطرية. اثنين لا يخفى على أحد هناك كثير من المرشحين انتخبوا بانتمائهم العائلي قد يكون بعيد عن الـ عن الـ عن الفكر أو العطاء. أما ما حصل عندنا في الرملة هناك يعني نقلة نوعية. صحيح أن تنافست على العضوية المجلس ثلاث قوائم وثلاث قوائم زادت من تمثيلها بمقعد واحد، دائما كنا مقعدين أو على الأكثر ثلاث مقاعد، الآن بسبب التنافس الشريف التي أدارنا كل القوائم أدارت الحملة الانتخابية بنوع من تنافس شريف ومحبة حصلنا على إضافة مقعد آخر. هذا ينقلنا نقلة نوعية ومن خلال وجودنا أربع أعضاء من مجموعة 19، بالتالي هذا يؤثر على العمل اليومي، يؤثر على أخذ القرارات في المجلس البلدي لنيل مطالبنا على أرض الواقع. فإذا أنتم الآن مع أربعة مقاعد من بين 19 مقعد في المجلس البلدي في مدينة الرملة. هذا جميل جدا، ولكن ماذا عن العمل الميداني، القضايا التي من المفروض أن تعملوا عليها؟ أطلعنا عليها أخ نايف. نعم الحقيقة يعني في مدينة الرملة كباقي المدن المختلطة هناك قضايا حارقة جدا، وبإمكاننا من خلال المجلس والتعاون مع جميع الأهل والمؤسسات وخاصة الرئيس البلدية الذي هو عنده يعني نظرة إيجابية لموضوع القضايا العرب، منها البنية التحتية التي نعاني منها، هناك مشاكل بالقوارب الهيكلية بحيث يعني لا يمكن أن يبني بيت عربي في أحياء عربية بدون أن يكون منظم بحيث أن القوارب الهيكلية غير مرخصة. هناك قضايا أخرى يعني مثلا التربية والتعليم والعنف المستشر في بلادنا. يعني بالأمس أو قبل الأمس ألقيت زجاجة على ساحة مدرسة. هذا عمل إجرامي، عمل يعني لا يمكن أن نتصور كيف هذا يحصل، ونتعدى جميع الخطوط الحمراء بأنه يجب أن تكون المدارس والأماكن العامة يعني خطوط حمراء. هناك كثير من البرامج نحن وجميع الأخوة في المجلس البلدي بالتعاون مع رئيس البلدية وبالتعاون مع أعضاء يهود، ونحن نشد على العمل المتعاون. بالضبط أنا كنت بدي أسألك عن الشغل المشترك والعمل مع الأعضاء اليهود في البلدية وكل المؤسسات الفاعلة في المدينة، لأننا لم نتحدث عن خارطة هيكلية، لم نتحدث عن العنف، عن البيئة، هاي قضايا مفروض أن يكون حل شمولي. كيف هي منظومة العمل المشترك عندكم؟ نعم الحقيقة أختي إيمان يعني حتى بالانتخابات كل قوائم عملت على تغيير مفاهيم الناخب إنه اطلع وصوت وأثر، وكذلك نحن نريد التعاون مع الإخوة اليهود المنتخبين، بالتالي نحن نغيرنا الفكر. يجب أن جميعنا نحن هنا نسكن في مدينة الرملة وفي هذه البلاد، ويجب أن نعمل بعمل مشترك إذا أردنا حياة سليمة. لا يمكن أن تبقى حارة عربية في مدينة الرملة يعني متخلفة من ناحية خدمات حارة يهودية متقدمة، هذا يؤثر سلبيا على الشباب، يؤثر سلبيا على تصرفات الجميع. بالتالي نحن نتحدث عن خدمات عرض الواقع بتفاهم وبأسلوب جيد ووضع برنامج ورؤية مستقبلة، بالتالي عرب ويهود يهود يريدون حياة آمنة في هذه البلاد. من هذا المنطلق يعني كفانا على حتى على المستوى القطري أختي الكريمة خطابات رنانة وشعارات رنانة لا جدوى منها، تعالوا يا عم نشتغل مع بعض، أنا اليوم رئيس بلدية فلان رئيس بلدية منتخب نتعاون معه على خدمة البلد. الكل يريد بعد 5 سنين أن يضع إصبع أو يضع هل أنتم وبالتالي قادرون عرب ويهود معا
بحشر أي محاولات عنصرية في الزاوية والقضاء عليها، وكانت محاولات كهذه في فترة الانتخابات نايف. صحيح صحيح، المسؤولية ملقاة على الجميع، ومن يكون قيادي يجب أن يتحمل وأن يجب أن يمشي بين الناس لحل المشاكل وتفدي لأمور عنصرية قد تؤثر على حياتنا اليومية. أنا باعتقادي بمشاركة جميع السكان بجميع المواطنين وجميع المنتخبين ومع كل المسؤولين في المؤسسات حتى بالتعاون مع الشرطة بإمكاننا وواجب علينا أن نتصدى لمثل هذه الأعمال. لا نسمح لشريحة صغيرة جدا أن تخرب علينا برنامجنا وحياتنا الآمنة. نحن نريد ومسؤوليتنا أينما كنا أن نضع أن نصنع ونخلق نوع من الأمن والأمان أختي الكريمة لأولادنا لشبابنا. نريد أنه يطلع على مدرسته آمن يرجع آمن، فهذا يتطلب منا جهد كبير أن نخلع ملابس الأحزاب والفكر البعيد ونتعامل بالحياة اليومية. بالآخر أخي المواطن البسيط بسأل شو عملتونا أنتو خلال سنة أو سنتين أو خمس سنين. خمس سنوات هاي فترة طويلة، يعني مفروض أنه تلحقوا تعملوا فيها إيش الخمس سنوات؟ وفي ذات السياق يعني لقي شاب في الثلاثينات من عمره في مدينة من مدينة الرمل مصرعه أمس في إطلاق النار في حلون، وبالتالي أيضا موضوع الرملة هناك نظرة وهناك أيضا معطيات عن الجريمة في الرملة، عن قتل النساء في الرملة. كيف ستتعاملون أخ نايف مع هاي القضايا اللي هي هاي صعبة وتحتاج أيضا إلى يعني مواقف من الشرطة من أجهزة الأمن ومنكم أنتم؟ صحيح، تعالي أولا نحكي نحدد أن الرملة هناك كثير من المشاكل وأعمال العنف، ولكن لا ننسى أن الرملة هي أيضا عندها شباب متعلمين مثقفين مهندسين وحتى عندنا كمان طيار من الرملة، فهناك شريحة كبيرة جدا. سيد نايف؟ نعم نحن معك، كان في انقطاع. فإذا أنت قلت أنه بدأت تحكي أنه في عندنا شباب متعلمين ومثقفين من مدينة الرملة، ولكن توجد أيضا مع الأسف جرائم قتل وعائلات جريمة في الرملة. في الحقيقة يعني هذا الوضع العنف المستشري في كل البلاد يعني وشعور خانق وتفكير مشتت ودموع تنزل وحزن عميق، والسؤال يعني يسأل يعني من هو من هي الضحية القادمة للأسف الشديد، ونسأل هل خلقنا نحن لكي نقتل أو نقتل وإن نعيش حياة آمنة؟ كم من بيوت فيها أيتام من نساء أرامل؟ فهذه القضايا يعني تريد يجب علينا مجهود من جميع من الأطر، يعني أولا الشرطة، ونحن كقيادة وكأهالي وكمشايخ يجب علينا أن يعني نقف وقفة رجل واحد ضد هذه الأعمال. أيضا نتوجه من خلال برنامجكم أختي إلى الشرطة، الشرطة يجب أن تكون في كل مكان. لما أنا بسمع أختي الكريمة يعني سيرينة تبعت البوليس الساعة 10 بالليل والساعة 12 بالليل يعطيني نوع من شعور أمان أنه في قضية، أما لا يملك أن الشرطة يعني بصراحة تتخاذل. هذا من ناحية واحدة، أما لا نهرب من المسؤولية كقياديين، يجب أن نعاني كل هذه القضايا. وبالتالي بحكم موقعك في البلدية أنت ومن معك من أعضاء عرب، ماذا ستفعلون؟ هل وضعتم برنامج عمل للتعامل مع هذه القضايا؟ الصحيح الحقيقة نحن في العمل الجماهيري قبل البلدية، ونحن نتعاون مع جميع الجهات. عندنا الحمد لله في مدينة الرملة لجان الصلح يعني لها باع كبير، باعتقادي كل القياديين في العرب كأعضاء بلدية أو كوجهاء كلنا نتعامل على 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 على, على إخراج هذه موجة العنف من مناطقنا. بالتالي كلهم أبناؤنا وكلهم أولادنا ونريد الخير. يعني أنا أعتقد إنه كل إنسان معرض أن يمس المجتمع اليوم فلان غدا قد يكون ابني أو بنت فلان، فهي يعني ليس بخاصة. ولكن قبل هذا أختي إيمان يجب أن يعني شوف نسأل أنفسنا حتى على مستوى قطري، ما هي العوامل التي دفعت بنا إلى هذا العنف؟ يعني لما إحنا بنشوف تصرفات بعض القيادين، حتى كانت الانتخابات الأخيرة قبل أسبوعين أو ثلاثة للأسف الشديد كانت هناك حملات في بلدان رؤساء مجالس يريدون أن يخدموا بلدهم كان في عندهم عنف. هل إحنا
شو احنا بنعمل كقيادة في هذا الموضوع. فبالتالي لما انت بتشوف ولد عمره 16 17 18، من هو النموذج الذي يحتذي به؟ فكأن كثير احنا يجب علينا ان نخرج من هذه المقوقعة ومن هذا التفكير، ونخلع المصالح الشخصية والمصالح الحزبية، ونتعاون مع كل المؤسسات. لا بديل لنا من التعامل مع المؤسسات اختي الكريمة. وانا لا تجرد من هويتي العربية والفلسطينية، ولكن أقول أنا عايش في هذه البلاد، يجب أن أعيش بخلال منظومة معينة لإخراج هذه السفينة إلى بر الأمان. نعم. نقطة الفقر، من المعروف أيضا في مدينة الرملة أن هناك عائلات وأطفال يعيشون تحت خط الفقر. هل لديكم برنامج عمل من قبل البلدية وبالذات أنتم كأعضاء عرب أخ نايف للتعامل مع هذه القضية؟ هذه قضية في الحقيقة حارقة جدا، ويعني إذا صح القول لا نوجه كل الأسهم للبلدية، لأن البلدية تعمل من خلال قانون أو من خلال منظومة. لكن أكون معك صريح القول، يعني كمان عندنا إحنا ما في عندنا نشاط. أنا بحكي لك بكلمتين مسكرات، اللي بده يشتغل في ملان شغل تفضلوا، أنا عندي مؤسسة في عندي 1000 عامل، يتفضل أنا مستعد أتقبل كمان 200 عامل. قضية اثنين، أنا باعتقادي يجب تكثيف دورات وتشخيص كل إنسان شاب أو شاب وين هو مناسب برنامجه. في كثير عندنا وظائف بندور ناس مناسبين. قضية أخرى أختي الكريمة، يعني عندنا ممكن إحنا شبابنا أقول لك أشتغل بخمس 6000 شكل بالبلدية أو مؤسسة، ما أنا برقد بالمكتب العمل ومع السلامي. فبالتالي هذه بقت بودي إلى ظاهرة، يعني تلاقي كثير من الشباب سهران كل الليل ونايم في كل نهار ما عنده مصدر رزق. لكن إحنا بدك تعمل إشي علشان تغير هاي الصورة نايف؟ طلع أولا، يعني مهم جدا دمج الشباب يكون لهم مستقبل في دائرة العمل. اثنين، ولا يقل أهمية النساء، يجب أن يكون لهم تمثيل لكل في عمل في محلات سياسية. باعتقادي إحنا الآن عاملين على خطة كبيرة جدا، قد لا نراها في الفترة القصيرة، ولكن خلال سنة سنتين كان يكون اعتبار. هي قضية محير لمشتكين، نحاول مع البلدية مع إدارة ملكية إسرائيل إنه نعمل حارات نبني بيوت زي ما كان أول لأزواج الشابة، بحيث إنه يكون له مستقبل. اليوم بنلاحظ في كثير من الشباب اللي باني غرفة بحارته بحوشه، ما في عنده إطار جو يربي عيلة ويكون عنده مش فيجن أو رؤية مستقبلية. فمن خلال عمل مع كل القوى، مع البلدية، مع مكاتب حكومية، ولا يقل أهمية إنه يجب أن نضع لهم الأمل في المستقبل. يعني بستنتج من كلامك ينتظرك عمل كبير من خلال هذا الموقع، أنت ومن معك من أعضاء عرب في بلدية الرملة، المحامي نايف أبو السويس. نتمنى لكم النجاح والتوفيق، نتمنى لمدينة الرملة كل الخير دائما. شكرا لك على هذا اللقاء وموفقين. شكرا أخ نايف. شكرا لك، نهار سعيد. نهارك سعيد، يا هلا.